FM. الكل ملك. نحكيو على زيارة رسمية لمعبد الغريبة في إطار الموسم السنوي للحج. الغريبة اللي كان انطلق نهار السبت 28 أبريل مع توقعات حضور تقريبا 6000 زائر. وبش نحكيو مع الشيخ حسن شلغومي رئيس منتدى أيمة فرنسا في الموضوع هذا اللي كان حاضر البارح بحضور رئيس الحكومة سيد يوسف شاهد. صباح النور سي حسن. صباح النور أختي، تحية غالية من جربة. صباح النور صباح الورد. وانت كما قلت حاضر في جربة، كنت تعطينا الأجواء غديكة وخاصة كيفاش حضرتوا البارح في الزيارة الرسمية اللي كانت عملتوها لمعبد الغريبة؟ حقيقة من القلب، أنا كتونسي وكرجل سلام يحب التعايش بين الديانات كنت فخور ببلدي. كنت حقيقة وكأن سحابة سوداء اللي كانت تتشوه تونس وتوانسة إن شاء الله زالت وذهبت. البارح الآلاف جاءوا من الضيوف خارج البلد من داخل تونس، وأشكر من قلبي رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الحكومة كذلك اللي دعموا هذا المؤتمر اللي كان البارحة من أجل أولا إيضاح أن تونس أرض تعايش، أرض محبة، أرض سلام منذ قرون وعقود وتبقى هكذا، وثم كذلك أن دين الإسلام دين محبة، دين أخاء، دين يقرر ويقر بإنسانية الإنسان. سي حسن، أنت كنت حكيت البارح على شفت التعايش جوستمون بين الديانات، هذا الشيء اللي ما كناش نشوفوه طيلة السبع سنوات هذه الأخيرة. دونك لهنا تونس تبدلت في نظرتك، فما مازال فما أمل النجم نشوفه تونس جديدة، تونس السلام، تونس الأمن، تونس حب الوطن؟ عندنا مثل تونسي سامحيني يقول لك الكسل يرجع لأصله. نحن أصلنا تعايش، مستحيل هذا دخيل علينا العنف والكرهية والحقد. بالله مثلا كلمة تونس هي تؤنس برواية قالون، يعني بلد أنس، شعوب تعرف الأنس، سان كارفور دي سيفيليزاسيون، حضارات. ألو وي معك سي حسن، كارفور حضارات وتعايش. فلذلك أظن أن هذا الدخيل العنف الحوت، نحن عندنا مثل عربي يقول ان البحر يلفظ الحوت الميت. الشعب التونسي والشعوب بصفه عامه سترفض العنف وترفض الكراهيه والحقد. واكبر مثال هو هذا البرنامج، هذا الحج، هذا الزياره في الغريبه، هي قوه، هي دعم للسياحه ودعم كذلك لتونس ورؤيه تونس خارج البلد. شنو الرسالة اللي تحب تقولها سي حسن شلغومي وانت اليوم في تونس جوستمون متواجد على أرضك، على وطنك، على أرضنا وطننا، شنو الرسالة اللي تحب تبلغها للتوانسة وغير التوانسة اللي عايشين لهنا؟ عندنا مثل عربي يقول لك ما يحك جلدك إلا ظفرك. أظن أن تونس وبلدنا واستقرارنا هذه أمانة في الجميع، أمانة للجميع. التعايش والتسامح والمحبة هذه أمانتكم، هذه رسالة تونس. لذلك كل شخص، كل إنسان هو معني بهذا الأمر، عليه أن يرفع هذه الرسالة، يعتز، يبرتاجي في الباج فيسبوك متاعه أنه هو فخور، فخور باللي صار في جربة، فخور بأن هناك معبد منذ 26 قرن، فخور بأن هناك كنيسة، فخور بأن هناك مساجد عايشون مع بعضهم. على العالم أن يعرف ذلك، على العالم في أوروبا وفي أمريكا في كل مكان، ولكن يجب التونسي يحس بها، يجب التونسي يحس بهذا الكسب والفخر، ثم كذلك يشكر بكل صدق كل من يدعم التعايش، وكذلك يقف بصوت صادق كل من لا يريد التعايش، كل من يدعم في الآخر، كل من يريد يجعل الحقد والحقناء بين توانسة سواء كانوا يهود ولا مسيحيين وإلا مسلمين. هذا الصوت لابد يعلو، صوت السلام، وإلا سامحيني أختي إذا كان نبقى بهذا المنهاج ونبقى في هذا المسجد فتكون بالأسف الشديد تشويه كبير للتونس وللتوانسة وللعالم العربي والإسلامي. قاعدين نشوفوا سي حسن وإحنا شفناهم قبل ومتواصلين للأسف الهجومات ضد الجوامع والمساجد، ويعني ظهور الأطراف السياسية اليمينية المتشدة والمطرفة في العالم. نشوفوا في الطرف اليميني اللي طالع في الولايات المتحدة، نشوفوا في بعض بلدان أوروبا الشرقية. شنو تحب تقول للمسلمين اللي عايشين برا ووصلوا يعني خايفين على حياتهم، خايفين على دينهم، خايفين على عائلاتهم، شنو الرسالة اللي تحب توصلها لهم اليوم؟ أختي ما فيش دخان بدون نار. الأفعال الإرهابية والقتل اللي عاشتها أوروبا وأمريكا وكثير دول أوروبية، بالطبع المطرف يدفع المطرف،
الآن أحزاب يمينية في ألمانيا، في فرنسا، في بلجيكا، في بولونيا، في فيينا، في كل مكان. أحسن شيء هو اخرجوا أنتم من صمتكم، أعملوا مسيرات تندد بالإرهاب والعنف، حتى لا تتركوا للرأي العام فرصة أن يقول يشك هل أنتم مع أو ضد العنف. ثانيا أعملوا أجواء مثل رمضان الآن جاي، أعملوا أجواء رمضانية يحضروا فيها اليهود والمسيحيين والسياسيين، اغتنموا الفرصة في الإعلام واخرجوا بصوت الاعتدال، أعطوك الصورة تاع التسامح، صورة التصافح، صورة الورد اللي تحطوه على الأرض بالتنديد بالعنف والدم. أظن هذا هو الوحيد، اندمجوا في مجتمعاتكم، حبوا الدول اللي أنتم فيها لأنها تحبكم بعدين، أفصحوا بذلك، أفصحوا بك الصوت لقوي وقول أن هذه بلداننا ونحن نعيش فيها وهذه وطنيتنا، ونرفض الإرهاب والعنف على وسائل بالوسائل التواصل على أرض الواقع مع جيرانكم، على يخدموا معاكم، هذه الوسيلة الوحيدة. وإلا للأسف الشديد إذا نبقوا في خطاب المظلومية ونبقوا كذلك منعزلين لا مصير إلا للأسف الشديد نخاف لا يصير كما صار في أوروبا. شيخ حسن شلغومي سنقول لك مرة أخرى مرحبا بك في وطنك وفي بلادك مرة أخرى، وإن شاء الله نعود نشوفوك بحذانا على قريب، وإحنا على أبواب شهر الفيل شهر رمضان، شو تحب تقول؟ نخلي لك كلمة الختام، كلمتك للتوانسة للمسلمين في العالم الكل. نحييكم ونحيي إذاعة كبافام ومسؤوليتها وكل اللي قايمين بها، هذا أولا. ثم ثانيا إن شاء الله رمضان يدخل على سيادته رئيس الجمهورية بالصحة والعافية والقوة ويعينوا على الأمانة اللي عليها هو، وثم كذلك إن شاء الله رمضان يدخل على تونس وينحي منهم غشاوة الحقد والكراهية وتزيد المحبة في بيناتهم، ويرجع التوانسة بالمحبة والأنس والعطاء والرحمة والبركة والرزق وكل ما أرادوه إن شاء الله يا ربي بهذا الشهر، لأن حقيقة كم من أم بكات وكم من أمني فقدناه. إن شاء الله رمضان يدخل رحمة لشهداء الوطن، شهداء الأمنيين والجيش اللي فقدوا حياتهم من أجل هذا الواحد، كلهم راهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، نحن قلوبنا معهم. وكذلك إن شاء الله رمضان بإذن الله عز وجل يدخل بكل ما نوى كل مسلم ومسلمة، كل تونسي وتونسي على أرض تونس بنمنته الخير والعالم الإسلامي العربي، ويكفي من الحرب والخراب. إن شاء الله الأمن والأمان لإخواننا في ليبيا، الأمن والأوان لإخواننا في سوريا وفي العالم العربي والإسلامي. شكرا لك سي حسن الشلغومي رئيس منتدى أيامة فرنسا، وإن شاء الله رمضانك مبروك أنت زادة مرة أخرى، مرحبا بيك وإن شاء الله نشوفوك على قريب بحذانا. كابافان الكلمة ليك.